بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبئنا استعان على مرضي الدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. إيه وحن سمي دونا حاجة وردع أو كصافصان يبقى لو يقانو العلاقة بين المعلم والمتعلم سمركا لوتس في جيل كصوص على وحكدوان ويحي أنا صبرني ومرك قار خاص بي اني بحصدان ارضا راكود ما بدن كود بقى الا مره حين ربي ان بدن ايوه وين دي وصل لابتين ودهن برشاد معلك ما لهين يا قرانك يا الله سبحانه وتعالى سي لو تصيو انو جيرو طريقات اما وي كدوان وي عنفiga يا قبسiga يا دلك يا دغال معلمانتو اني وحكا بدلان مركا وحباريستا فوليسان فوقاقا الأضايقا ومراركا قاركود حد كبحة مراركا قاركود هو حد كبحة لو تلمامي خرا مش داني سوب بدلي كفتو مراركا قاركود أسكر حرب سخرين وأرض يوسف مرنا سجين ما يتوقع ما 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 كافي لها هي مرة خير مركا أرضي وتوقع سوء السنة هاي لما أشوف أقول عدون تا وفي عمه وما هو غير دونا قرآن كوبر ما معاني سوء الدفاع معن مركا قرآن كوبر إن معاني سوء الدفاع وصبرنا لكن مركا صعود مس حروق يري عشانه فرق عشانه يعني ما دعوته مر بان كان لي محاضران كوب في ساوث افريكا مكان وان كان لي عبد الله الحشميو اظن معنك اني عبا جبت خميس تكو معلك الدوقه اني ما يرمي انا معني قرعت شري من الدوقه ادي يا خيري نبي عم بات واقع جربك اقول واقع جرب اقول ساعه تردد شيخ لو اقول شري ابن الازرق الاندلس ايا wax badan ka qoray ama ma wax ka qoray laakiin erayaal uu qoray baan aad ii tafsiriyey oo kaga hadlaya alcalaaqa bayna almucallim walmutacallim xiriirka u dhexayn kara ardaga iyo macallimka ilaa shan qodob buu soo koobay marka waa in dulmaraya kadib aan faahfaahin doonaa insha allah weliba waa sheer garaynaynaa wasla wadaagaynaa insha allah laakiin shan qodob waan dulmaraya marka hore wuxuu ku bilaabay alixtiraam almutabaadil إنه يسحشمين يزي احترام لبعض دناعة ومعلم خليت إنه حشمين معلم رغم أن أرض قرم إنه حشمية سودوية شرفة إيه مغاية في عن وقوعة أدو حتى كيسو مغاية سكا عادية يوم يتخطر أبحش ومغاية سوى الله مانش أدو بأمانة وجعلين أمانة طبعا مصدر احترام هو كان لأن هذا واحد بقى تأوي سنين لا واحد من يقول سلم وخذ رأي الإفادة هو الاستفادة إن واحد لك الفائدة هل نعمها متبادل ويا جماعة وأرضى واحد لك فائدة معلم كا أرضى واحد لك فائدة يعني بني آدم كا وف أغوان الآن مجرد أغوان تأي وحبرس ونحن لك مصعود إن بضم بعدها معلمين تعالى الله يو علم دحين إنه يلا وإن أنا أسوي درس إنه أدوح تجربة قارتين وحصابرتين إن بضل هذا الشهر يطول مركا أرضي يا إخوان غفى إلي إن بضل أنا الشيخ في لي إيه لا بحرف لك تو عن مكان قرية إنه قرآن السوق صار إلى سنة فإذا الهلي وفاء يقاف مركا عني مركا عادي قرية السوق قرآن لكن ويكل دويه ودرتان مثل سوي كل غرمه من وورثين من نون عروس بيقولي مركا صبرت فوق قري أرض بي معنا خلدنت عم سوير ما ده خلدنا كه غر أرض قارب عن حي مرك سوي وعنا خلدنت خليك نقولي هاي هو يربو أحد طبعا سلام جاي سار جاني سلاح بقر خطر ما راح نخش مي هل أنا على وسيم وأهل قبل أربع وسيم عشان سبت هدوء توسيا فرطة هل أنا أصلا بلعبها وانتو سيفان او صغير الشعب صعب علي
وان دريان سنه وان اقع لكن معناها بلا رجوب اسمي ارضي ويا بقى عن كويري نكاس وحبه ما كفايه ما انت مركب حليه يا شيخ الافاده والاستفاده ان لك لا فائده او ارضي له فائده معناها ما كفايه التناسب الا سنه صحيه ولا يرى وسيله التفاعل ويا يعني. حاجه كسوطه معلم بقى يقول يري ارضي بقراي تقول معلم سموه جدا انا معلم كايتاي فسيحة فسي سمو يعني كاتبر يراي هيدش معنى وحيد سوي واللي ما خلاص صلاة يحيي وعي صلاة قطي سوي قلت لي سوى حنا خبو ثلاثة وحيدي وحيو أخيري أحكام في رمضان حد ما قبل وحيي أضد المال دي المدى معلم كيف سمت سوى كابات تبري سوى علمك وصلت وانا وحيري وعي وعي وحي أخري أنا ويا وحيي وحي أنكو أمان مرشانيك لا دوقر الله وهلا سونا الصحي شيخ ولا يا هي العناية بالمجلس العلمي ان لا الى الشو لا نديسيو لا كارغاريو لا هاجاجيو ماشي اخلوق برنامج وميلك على لا ضع وبها لك صباحيان ومرك الروب سود ديسا ومرك القبول مرك اغرح لي ومرك منظر كأنه في عنين انا لك هذي جنين فصل اللي هاجاجيو ميلا فربضان وقرانك اللي قبرته بابا ويان ودنا ما عيس شيء ما تجي ودنا ودنا لعت لا ودنا لعت لا فانت او يربو دغما ودنا كيف انت مدرسه لسوبريتي والله ماشي المقران برتان وعليك هذو كفت بعد هذا ودنا سوق السنه ده ودنا اداء ليش يا ديابه السنه فهم كل تو يا ريت معمول فيه روح انا بدل ماشي اسكول ده يمنع لو برتان وبالي حاجه كمان سي السنه ديابه السنه ان لها حاجه شيء مرتين ومنظر كيف ملد ما قراها لو برمجه افريقيا الصوماليه هنا قارني مسايت انه حاج هبل وحرين قران كانت شينقد لغه الولد وبرك على جبس باش وين لا جات شيء المهم عيد الفريان يعني معناها صلوا يعني غلط المهم ما شيء فريسه معنا هنا فريسه يعني ما كان حسك فضيلين لا لا فريس مركا وان قفوا داريما dadka hor fadhiyaay dad sharaf leh oo asaga la mid ah macallinku arday wana dareemo macallinkiisu inuu ka faaneen iskala weyneen liidaynin sharfay markaas waxa iman doonta sinnaasho iyo iska dhageysi iyo is ixtiraam ruux shuuqu gaban gabi yaqaa oo shaan ihsaan dhanni wa satr uyub in arday loo haajiyo qalbiga oo wax laga maraynay wax kastoo aad ku aragtid aad mahmal fiican ku qaadid ايوه هاي الاسطوره ايوه هاي الاسطوره ترى عاد بان شيء وكو علني ان شاء الله تعالى ارضي با وحال لغا حد كوكولاتر مستقبل وحال لغا حد معلنك يقول شيء معلنك انه يكون يعرض لها سيجستان تولي سيجست شايف كنا على باريا مركب معلم يكون باري ان لو سقط ارضي شايف عندك الشيء بدك توصل ارضي انها فري كثير هذا الشيء ارضي ويعن ma alin kadi ma alin kadi ba arday ku dhahay qalay qalay xaday ma ay ciyaabeenay ee ay ay ciyaar soo kasi ma halis wuxuu yiri maanta dhawayd qolada ka jeebay subaxnaysay si khaldan ma oqato joogay ma gaba ahayn wuxuu yiri adiga aad ma ogi baariga ma dhacay marka in baaray indhaha soo yiri kan baaray indhaha soo yiri ma ogi ma midow ahaa si uu sabri qalbi wuxuu ugu qaadanin ma qad shaaka baaray indhaha ma alin soo xaqtayba mararka qaar kood markaa qalad ta aragtid qalad ka indhaha ka laabo haduu yahay laga maarmo arda in loo sheegana hadda in arda loo sheegana si khaas ah u sheeg ha ku dhacay abeen la haduu wanaag sameeyo barta ka qas wadiga ayaa meesh dhex u sheegay leey ma sha Allah khair iyo wanaag u falay waa lagu amaanaya ha si wanaag salaas ku dhaabo hore maxaa sameysaa kawaha chanto hama la chanto chanto dhexeeyay أنا أروح أحمد السماية صلاة سنة كذا بقى ما سر وسخته وسقطه راح على سنة كذا بقى خير في السماية أرضه ولو ده عمان ده كله شجعية عيب بدو لي هنا لغة لو شجعية خديت هاي واحد هذا يد عندما بعده هذا هو كجو دونا فراح رجع قال يا جماعة أنا كنت أدرن سيو واحد كاستين أركي معه وين واحد سكين على الأبطال إلا هو حاجة ويارته أو ضروريات الله يا مرمانا وتربية سوس قليه معلم هو الشيء يا سو أرضك
uu sheegaya si nasiixad waxda uu sheegayo waa inuu ammaano soo dhaweeyo laa dhamaan leyd waxaana jeclayn maa kuu arka saas saasad yeeshay adoo qosi bal yaa doqon yahow saasaa shalay yeeshay ma ahan suu waxa laga qaato ardu marka kuu saxiibsan adoo markaad ammaantid oo aad wanaagiisa sheegta maa leed maa leed in yar maa kuu arka in yar oo samaysa qalad oo aana jeclaysan oo macalin maxay ahayd saaya saas waxaa ku xigta waan daynaya insha allah ilaa mota ninka waa la ammaanay mota sidaa daraaddeed ma u baahanna marka inaan wax ka bedelno dhaqanka ah cunfiga anigaa iri maxaan laga daba hadlo waxay noo baxsheen maahmaha aad u xun oo laga naxo waxay dhaheen madi iyo macalima dad umaan daran madi waxaa la dhahaa wiilka la dhashay gabdhaha oo hooye aab wiilka daaya wiilka la leexda ay dhahaan macalinkan waxay dhahe warrigu soo cusho macalinkaa yidhi macalinka bini-aadanka ummadda ka mid ah miskiinka maxaad ugoynaysaan beesha u ridaysaan marka yaan dadkan aan ku dirin yaan dadkan aan ku dirin yaan dadkan aan ka dhex saarin aan wax dhegaysanno dadku say noo dhegaystaan